وصفة تيراميسو اللي تعلمتها بميلان توني. يا سلام سلم، شوفوا الكريمة، واو واو، وايد لذيذة. أوه يا جماعة، الحالات موزونة، أوف أوف أوف، معادية. أقوى تيراميسو جربته الحين، سووها أول شيء صفار البيض، شكر، نخلطهم لين يذوب الشكر مع صفار البيض، يصيرون شوي فومي مستوح. يا سلام، يصير كريمي وذاب الشكر. نجيب جبن المسكربون، بخليه شوي نوعا ما كريمي. صفار البيض مع الشكر، واو. نخلط الحين بالإيد أو بالماكينة شوي شوي. نزل الجبن الزايد عشان كل شيء يخلط مع كل شيء. هني أهم شيء شوي شوي الماكينة. جميل، هذا قوام الكريمة. القهوة يفضل أن نستخدم الإسبريسو، مو النسكافيه والشغلات اللي جاهزة كذي، أو تقدرون تستخدمون سالفة البوت اللي هو أساس أن القهوة تصير مو مركزة حيل، نبيها وسط. مع التقديم شوية كريمة تحت، نجيب ليدي فينجر قطسهم بالقهوة بسرعة كذي ونصفهم.